معلقة على كل 5 لتر مية برضو بنحطها اهي كده، كل 5 كيلو بحط معلقة كبيرة زي دي كده، صدقني هتفرق معاك كتير جدا وهتفرق معاك في الانتاج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا، يا رب كده دايما تكونوا بخير وسعادة. النهاردة بإذن الله هنتكلم على حاجات كتيرة جدا هتزود معدل الإنتاج بتاعنا، وخصوصا بقى إن احنا داخلين في موسم الإنتاج اللي هو موسم الشتاء اللي بدأنا فيه خلاص بالفعل، واتكلمنا عن الحاجات اللي هي سبب قلة الإنتاج وكانت تجارة الديدان اللي اتكلمنا عليها في فيديو قبل كده، والحمد لله في ناس اتصلت بيا وقالت لي فعلا الحمام بتاعنا كان بقاله فترة كبيرة ما بيبيضش والكلام ده، وكان فعلا عنده ديدان. النهاردة بإذن الله هنتكلم لو مفيش أي ديدان ولا في أي حاجة للحمام بتاعنا، هنتكلم على حاجات هتساعدنا في الإنتاج وتساعدنا إن احنا نزود إنتاجنا في الفترة اللي جاية. مش بس كده، هنحمي حمامنا من حاجات كتير جدا. الحاجتين اللي احنا هنتكلم عليهم بمعلقتين اتنين بس، معلقة تحطها على الكلفة ومعلقة تحطها على المية بالكيسين اللي أنا جايبهم دول يا جماعة، ويمكن اتكلمت عليهم في فيديوهات كتيرة جدا، هو ثنائي فوسفات الصوديوم والبنش، اللي هم دول اتنين بس بستخدمهم للحمام بتاعي، دول اهم حاجه، ده بستخدمه على الكلفه وهنشوف هنستخدمه ازاي برضو عشان لو محدش شاف الفيديوهات بتاعتنا، وده بستخدمه على الميه ده عشان الفيتامينات وبرضو بيساعد في زياده البيض. اهو كده يا جماعه ثنائي فوسفات الصوديوم بجيبه من الصيدليه البيطريه، وده البنش برضو بجيبه من الصيدليه البيطريه، ده ثمنه حوالي 15 جنيه، ده ثمنه حوالي 10 جنيه، يعني ب 25 جنيه بس هتقدر انك انت فعلا تشتغل مع حمامك في موسم الشتاء ده. على بركه الله بقى نبدا الفيديو عشان ما اطولش عليكم في المقدمه. هنتكلم عليها اللي هو عنصر ثنائي فوسفات الصوديوم اللي انتم شايفينه ده، طبعا يمكن الكيس شكله اتغير لكن هو نفس الكيس اللي انا كنت بشتغل بيه دايما، لكن هو اهم عنصر طبعا بشتغل بيه في الفتره اللي فاتت دي، وده سبب زياده الانتاج او هو سبب اساسي في زياده الانتاج طبعا زي ما احنا اتكلمنا بعد لو احنا ادينا اي جرعه تلاج. طبعا مهم جدا ان احنا نستخدم ملح الطعام اساسا في الكلفة بتاعتنا او على الكلفة بتاعتنا، عشان طبعا بعض الناس اللي بتشتكي من الشراسة اللي هي طبعا في بعض الاصوص الكبيرة بتضرب الزغاليل او حاجة زي كده، او بتلاقي طبعا الذكر وخصوصا بقى في الحمام اللاحم بتلاقي طبعا بعض الذكورة بتضرب النوتي او الحاجات دي، كل دي المشاكل دي اللي هي طبعا تبع الشراسه، فلازم نقدم ملح الطعام، فانا بقدم ثنائي فوسفات الصوديوم ده ان هو طبعا بيزيد من معدل انتاج البيض اللي هي طبعا اخر حاجه مكتوبه فيه اللي هي دواعي الاستعمال، ده غير ان هو كمان الوقايه والعلاج من نقص الفسفور اللي هو عند الحمام بتاعنا، طبعا مهم جدا العنصر الفسفور للحمام بتاعنا وخاصه للذكوره، ورفع معدل الخصوبه في الحيوانات المنويه، بيزيد كمان طبعا زي السيلينيوم بالظبط بيشتغل نفس هي نفس الموضوع اللي بيشتغله في السيلينيوم، فلو انت مش بتقدم السيلينيوم ممكن ده برضو يحل نفس المحل بتاعه، زياده اداره اللبن وانتاج اللحم ده طبعا للابقار او الاغنام او الحاجات اللي هي طبعا المواشي، ولكن برضو بينفع للحمام بتاعنا خاصة مع الزغاليل، يعني بيخلي احجام الزغاليل برضو بيزيد من وزنها وحجمها. طبعا هحط منه معلقة واحدة بس على الكلفة، صدقني هتلاقي الدنيا عندك اتظبطت وبقت تمام. هو اقلب بقى الكلفة بتاعتي وابدأ ان انا اكلف الحمام بتاعي، كل 5 كيلو بحط معلقة كبيرة زي دي كده، صدقني هتفرق معاك كتير جدا وهتفرق معاك في الانتاج. هو كيس مش هيكلفنا كتير لو احنا طبعا بندور على الانتاج او معدل الانتاج اللي احنا بندور عليه في الفترة اللي جاية. الحاجة التانية بقى يا جماعة اللي انا هحطها بس على المية ان شاء الله اللي هو البنش ده، يمكن اتكلمت عليه قبل كده في فيديو برضو مهم جدا ان انا حابب اذكركم بيه، ان هو برضو هيساعدنا في الفترة اللي جاية في زيادة الانتاج، يمكن في عنصر برضو مشترك اللي هو عنصر الفوسفور، ولكن هو بيساعد على الهضم وتعويض نقص الاملاح المعدنية وفيتامينات عليه، يعني انا طبعا محتاج ان انا ادي الحمام بتاعي طبعا فيتامينات عشان احافظ عليه من الامراض اللي هي الامراض الفيروسيه اللي هي طبعا منتشره في فصل الشتاء. دواعي الاستعمال يستخدم في حالات نقص الفسفور اللي هو طبعا العنصر المشترك، ولكن اهم حاجه اللي هو العقم طبعا ده بيساعد النوتي اللي هي طبعا مريحه، وخصوصا بقى بعد ما اتاكدنا ان مفيش بقى ديدان ولا اي حاجه باذن الله هيشغل النوتي دي تاني لزياده انتاج البيض في الدواجن ده طبعا، واللبن في الجاموس ده طبعا عشان طبعا بيستخدم نفس الاستخدام بتاع الثنائي فوسفات الصوديوم، ولكن هو ده طبعا هيستخدم في الدواجن اللي هو طبعا للحمام برضو بتاعنا لتفادي حالات الاجهاد الناتجه عن نقل وارتفاع درجات الحراره، ده بقى اللي كنا بنستخدمه في فصل الصيف هنستخدمه ان شاء الله في الشتاء، يعمل كفاتح للشهيه الاحتواء على الاملاح المعدنيه. بنلاقي طبعا بعض اللصوص ما بتكلفش عندنا، ان شاء الله يحل المشكله دي.
لزيادة معدل التحويل الغذائي، يعني أي غذاء طبعا الحمام هياكله هيتحول فعلا على الجسم بتاعه أو هيزيد طبعا من وزن فرد الحمام بتاعنا، وصحته تبقى كويسة، ما فيش فرد طبعا هيبقى مسيف ولا أي حاجة بإذن الله. يعمل على تقوية الجهاز المناعي، ودي برضو أهم حاجة هنحتاجها في الفترة اللي جاية، إن إحنا لازم يكون الجهاز المناعي بتاعنا أو بتاع فرد الحمام بتاعنا لازم يكون قوي، فعشان ما يحصلش إصابات للحمام بتاعنا فلازم نستخدم البنش ده مرتين اتنين في الأسبوع، مهم جدا عشان ده أهم حاجة طبعا نستخدمه مع ثنائي فوسفات الصوديوم، وخصوصا بقى إن إحنا في فصل طبعا الروشة والكلام ده، فلازم مرتين في الأسبوع نستخدم البنش ده عشان نحمي حمامنا من أي أمراض ونزيد طبعا من معدل الإنتاج بتاعنا. زاد ان هو طبعا انا مش عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، ان هو بيحتوي على مجموعه كبيره جدا من الفيتامينات، في سيلينيوم اللي انا دايما اتكلم عليه مهم جدا طبعا للذكوره بتاعتنا، عشان طبعا مفيش ذكوره تروق البيت. بنحط برده منه معلقه واحده بس اهي كبيره، معلقه على كل 5 لتر ميه برده بنحطها اهي كده. الكميه دي طبعا انا عشان هنا عندي حوالي 8 لتر، فانا هحط حوالي معلقتين وبقلب كده، هو بيدوب بقى في المية بتاعتنا، طبعا ما بيرقتش ولا حاجة طالما انا قلبته على طول كده، ونمسك كده للحمام بتاعنا يا جماعة. كده على ارض الواقع فعلا في زغاليل عندنا وفي انتاج الحمد لله بفضل الله علينا اهو كده يا جماعة، وادي طبعا العين اللي جنبه برضو فيها زغلول اهو، النتاية طبعا ان شاء الله قومت الزغلول وبدأت فعلا تحصي او ممكن تكون رمت حصوية برضو، ان انا كاتب من برة كده ان في زغاليل، وادي قصوص طبعا اللي انا كاتب لها 15/10 الانتاج اللي هو تاريخ البيض بتاعها. لو خشينا هنا برضو ان احنا برضو هنلاقي في العيون دي كان في طبعا قص زغليل، وادي النتايه راقده فوق وخلاص طبعا 14/10 على وشك طبعا الحصى يفك. اوريكم العيون، احنا طبعا مصدقين بعض، ولكن حابب برضو ان انا اوريكم يعني حاجه على السريع كده ايه. طبعا العين دي يا جماعه اللي كان فيها الفرد اللي هو الهمر، برضو حابب اوريه لكم، كان لسه طالع امبارح اهو، وكانت طبعا الحصوايه مطرح اللزقه، كنت بحاول ان انا افكها شويه والحمد لله اهو الفرد اهو، ده الزغلول الهمر اللي طلع، وقلت لكم دي الحصوايه اللي هي كانت اتكسرت، وقلت لكم لما تطلع ان شاء الله هوريها لكم وافرجكم عليها عشان نبقى صادقين مع بعض في الكلام بتاعنا. وادي الزغلول التاني اللي هو اللاحم بقى لسه طالع النهارده، طبعا الفرش اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات. باقي اللصوص طبعا في زغاليل اهي بفضل الله، طبعا الحمد لله زغاليل اهي، طبعا في نتايه قربت تبيض. وبكده يا جماعه بيكونوا دول اهم حاجتين ان شاء الله هيساعدونا في زياده الانتاج في الفتره اللي جايه. كده بكون نهايه الفيديو بتاعي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، دعما لي ودعما للقناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي احنا كنا عاملينها باللزق اهي، وطبعا كنا حاطين عليها الزرق، بدأ الزغلول بتاعنا يطلع، فلازم طبعا ان احنا اهو الزغلول ده من امبارح كده، احاول ان انا اساعد معايا. طبعا نقطة الدم دي مش مشكلة يا جماعة على فكرة، يعني عشان محدش يخاف، هو كده كده الزغلول عايز يطلع اهو، بحاول ان انا اساعد معاه، بسيب له بقى النص ده كده هو يتعامل بقى مع نفسه، وان شاء الله كده بإذن الله يطلع، ولما يكبر بقى نوريه لكم ان شاء الله في فيديوهات تانية.